الآن كتاب بصائر الدرجات أعزائي، احنا عندنا بصائر الدرجات الصغرى، بصائر الدرجات الكبرى مولانا، هذا المطبوع بأيدينا بصائر الدرجات الكبرى، وكلا الكتابين محل الكلام أنه أساسا لا إشكال أن شيخ القميين الصفار كان عنده كتاب، أما هذا الكتاب الذي بأيدينا هو نفس الكتاب الذي للصفار، هذا يحتاج ألف دليل ودليل. شوفوا أعزائي، واحدة من أهم المشاكل اللي الآن تواجهنا هي أن كثير من مصادر الحديث عندنا ثبت أنه في القرن الثالث والرابع كانت موجودة، ولكن لا نعلم أن هذه المصادر التي وصلت إلى صاحب البحار، صاحب البحار، لأنه في الأعم الأغلب هذه الكتب وصلت إلى ماذا؟ إلى يد صاحب البحار، هذه الكتب هي نفس النسخ التي كانت موجودة في القرن الثالث وصاحب البحار في القرن الحادي عشر والثاني عشر، هاي 8 قرون، أين كان الكتاب؟ ولهذا أعزائي كثير من الأعلام يشككون، مو يشككون في أصل الكتاب، يشككون أنه من يقول أن هذا الكتاب الذي بيدنا هو نفس الكتاب ماذا؟ الذي هو للصفار. من أين؟ من قبيل بصائر الدرجات، ومن قبيل محاسن البرقي، ومن قبيل قرب الإسناد الحميري، وعشرات الكتب أعزائي في هذا المجال، وفي الأعم الأغلب هذه وصلت لمن؟ لصاحب البحار، ووصلت إليه بالوجادة ولم تصل إليه بطريق آخر. والوجادة يعني وجد نسخة مكتوب عليها ماذا؟ ها؟ مكتوب عليها أن هذه بصائر الدرجات، هذه يسمى وجادة، يعني لم يأخذها من المؤلف أو لم يأخذها إجازة من عالم إلى عالم، وإنما وجد كتاب مكتوب عليه هو لقراء حصل له الإطمئنان أن هذا الكتاب نفس ذلك، وهذا ليست له الحجة. إذا كان حجة فهو حجة على من؟ على صاحب البحار، مو حجة علينا. على أي الأحوال أنا ما راح أدخل في تقييم هذه الكتب، وإلا كل كتاب من هذه الكتب لابد أن نقف عنده طويلا. أنا أفترض أن هذه الكتب أيضا صحيحة، وأنها هي الكتب التي هي لأصحابها القدامى.